شلونكم؟ اخوكم محمد الشريعان. اول شيء مبارك عليكم الشهر، راح اعترف اعتراف. كلنا نقول انا فطرت بالغلط. مصدق؟ شلون شربت ماي بالغلط؟ شلون قمت من النوم ورحت شربت ماي بالغلط؟ لان احنا ببيوتنا برمضان بكل شبر في شيء يذكرك برمضان. يعني البيت يتزين كل شبر يحطون هلال ونجم، هلال ونجم، هلال ونجم. شلون شربت بالغلط؟ يعني وصلت انت قمت حطيت الجلاس وحطيت الماي وشربت الماي كله بالغلط. انا شربت ماي وانا ادري، وهذه كانت حركه معتاده عندنا ايام الثانويه المتوسط. كنا نلعب كره الظهر، مرات تصادف حصه البدنيه الساعه 12 الحصه الاخيره، ونروح نلعب كره، ونروح نلعب كره بالصيف الساعه 12 ملعب تراب ولا ملعب قار. لما تخلص انت وحر الكويت حر حر مغشمره ماي تغشمر، يعني الساعه 12 الشمس على راسك، حتى تبطل جمجمتك تشوف مخك دايب. بعد اللعب تطلع لسانك، لسانك كنا ظهر ضب، فتروح يعني احنا عندنا حركة شي مخترعينها نسميها تمضمض. تروح عند الماي كذي تعطيها شوية كذي وتزرق لك شوية ماي، يعني انك ما تدري عرب. فأنا للأمانة كنت مقزرها ماي بالغلط، حركة التمضمض هذه واحدة من الاعترافات. للأمانة كنت واجد اشرب ماي بالغلط. رمضان كريم مع الطلبات. لا 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 خليك مرتاح، كل اللي تحتاجه أكل، أغراض جمعية، طلبات توصله عندك.